رادار. تحية لصديقنا رامي الفراتي. صحيت يا رامي. يلا سيدي تنطلق الرحلة، نرجع للأخبار، نمشي وتشويت للمجلس وقت الكونسي. نرجو مع رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي كان التقى نهار الجمعة بقصر قرطاج بالسيد أحمد الحشاني رئيس الحكومة، وحكي على سير العمل الحكومي في الأيام الماضية، على ضرورة تطهير الإدارة وفرض احترام القانون على الجميع وعلى قدم المساواة. مرة أخرى الرئيس يأكد على أن نخوض حرب تحرير وطني لتطهير البلاد من كل من حاول تدميرها وارتهانها للخارج. ومن أهم المواضيع اللي تم التطرق لها ضرورة مراجعة عدد من كراسات الشروط اللي حسب رئيس الجمهورية وضعت على مقاس اللوبيات التي استأثرت بعدد من القطاعات حتى لا ينافسها فيها أحد. الرئيس يقول أنه هذه الكراسات التي وصفت بأنها بديل عن التراخيص هي في الواقع احتكار مقنع، وبها شروط لا يستطيع الاستجابة إليها إلا من دأب على المضاربة والإقصاء. أهرف مجرى الأعداد لكلام رئيس الجمهورية اللي اصدر في بيان على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية كلام صحيح مبالغ فيه. واقع تونس اليوم هذا في علاقة بالكراسة شروط والتراخيص، وهل ننتظر اليوم المرور للفعل بعد ما خص الرئيس الموضوع هذا بحيز من الزمن في حديثه مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني؟ أعطيني كلمة الراف كيفاش؟ عشرة. ما عطيتك شكل. حتيز. نبدأ بيك حتى ما يعشر. أوزر عشرة إلا عشرة. ليش العشرة الأولى على كلام الرئيس؟ خطر ذاك نحن شاعرين به، وذاك مجتمع كامل معناه يوافق رئيس الجمهورية على كراس الشروط، على الرخص، على كل شيء، على العراقيل اللي صنعتها الإدارة التونسية. معناه تقولش عليها الإدارة تخدم ضدنا نحن كمواطنين، ما تنجمش تستثمر في اللي تحب، عندك فلوس عندك فلوس ما تنجمش تاخو، معناها ما تنجم تعمل حاجة إلا برخصة وخمسة آلاف ورقة، ما عندكش فلوس حتى حد ما يقف معاك أبارتا والبي تي اس اللي معناها زادة برشا عنا دي تيمونياج البي تي اس قاعدة تمول في بعض المشاريع الصغرى. علاش نحيهم العشرة؟ خاطر الكلام ذي قالوا عنده برشا، خاطر الكلام متاع تنشيط الاقتصاد كل فرصة تجي قدام مؤسسة عمومية في لقاء مع رئيس الوزراء في أي فرصة معناها ويتجبد فيها يكون موضوع الحديث هو الاقتصاد وهالجمود في الاقتصاد اللي ما حبش يتحرك، يقولوا رئيس الجمهورية شبيه وما تبقوش. أنا في بلاستو قلوا يا سي الحشاني تماني قلتوا الكلمة ذاتي وين تعمل لي مجلس وزارة يراي بجرد قلم ذي الحكاية ومعنيه الحاجة كمن هكا إيجا أنت راجع لي كراس شروط أخي من جموش يراجعوا كراس شروط يعملوا لجنة بريسيلس المغري هذي أعملوا لجنة ونقفوا معها هاللجنة أعملوا بدأوا بحاجة بدأوا بدأوا بالسكتور 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 أما أونها الامبريسيون اللي حتى حد مو قاعد يسمع إذا أول مرة رئيس الجمهورية يخص الموضوع هذا بالحيز الزمني هذا معناه اشتر إيه. تقريبا الجلسة مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني كانت في علاقة بكراسة شروط ولا الرخص وغيره كذا تحكي عليه في وسط برشا كلام كل مرة جملة ملوحة. اليوم حكيه وقال هذه لوبيات وكراسة شروط هذه راي بديل عن التراخيص ولكن احتكار مقنع ما نجم يستجيب لها إلا من دأب على المضاربة والأقصى. به دعنا من الماضي، ننتظر اليوم مرور إلى الفعل إلى القرارات. أنا أنتظر معناه ما عنده حتى شواء، إذا عيط لك رئيس الجمهورية وانت هنا معناه في المنصب متاعك دستوريا واللي تحب انت ويلزمك تطبق سياسة الدولة فهي ابدأوا. محمود كلمتي شو في التسعينات كلام رئيس الجمهورية ما أخذ تابع لوبيات يتوقع تو كراس شروط عشرة نورمال مول حاتم شو حاتم عنده حتى لوبي حتى عشرة هذا ديما سبعة سبعة أوكي موة زعما راني مع الرئيس وكل أما ثلاثة باش يلقى ما يدافع على لوبيات رفيق عبد غوث من كراس شروط نعرفها لابيل دوفر أنت خاطر رفيق سبحان الله ما تخرجش بالليل كل شيء يصير في الليل يا وي رفيق والله كل شيء يصير بالليل معناه أنا مشكلة نروح بكري يا رفيق تو أنت تكرواها اللوبيات هذوما باش يسمعوك أنت ما يسمعوك هذه نخرج نمشي البلايص ما يقوموش يقوموا العشرة الحداش التكتيك الكل في الليل في القعدات العباد شوف ليزابيل دوفر كل عام عند رفيق السكتور هذاك كل عام عند حاتم السكتور هذاك ونداء لسيادة الرئيس يلزم يهبط ويشوف القوانين اللي في الديوانة ويسأل العباد اللي تتعامل مع الديوانة لأنه هذاك كان يكمل يصرح السكتور هذاك
تونس بالحق تمنع يودي زاد حتى راهو في الديوانه غلبه كبيره راه زيد نحكيو مع محمود لانه معاه زيد والله زيد الرئيس يحكي عليهم زيد المناوئين سبعه كل الشروط يخنق هو قال مره قال شرط العازب على الهجاله ولا شيء زيد اليوم تقريبا معناه الرئيس يحكي على محمود مرتين في زوج كتابات في علاقه بالجامعه ولا كره الشروط ربي يبعثوه يبحث في الذهبه في الذهبه شوفوا لنا مركز بحث في الجنوب صحيح محمود والله يخسر في التسعينات بدينا نحكيه على الرخص باش نحيو الرخص نحيو الرخص وتعدينا من بعد الى ما يسمى كرة الشروط سهلت على العباد ولات قايد شارج العباد تحترم كرة الشروط هذاك وتعمل الاكتيفيتي اللي باش تعملها الاشكال رفيق انه فما كرة الشروط بور اكزرسي اون اكتيفيتي وفما كراسات الشروط بتاع المشاريع والمشاريع الكبرى خاصة اللي نعرفه صحيح كلام الرئيس 100% انه ساعات الكايد شارج يبدا مخيط على القياس باش ياخذوا فلان الفلاني البروجي المعين معناتها تبدا هو ديجا الرشوة والواحد تبدا ماهيش في لابيل دوفر تتخدم عارفك تغزرني باش تقول لي هاك تعرف انت كل شيء بالحق تبدا تخدم راهو من الكايد شارج من يبداو يحضروا في الكايد شارج تبدا مسطره معناتها يعملوها سور مزور الاشكال اليوم اذا باش نحي انت كراسه الشروط باش نحي دونك باش تولي ليبر الاكتيفيتي دونك اذا احنا علاش نحي ما نراجع المضمون نراجع المضمون كيما سامحني محمود كره الشروط نتاع اللوكاسيون يقول لك كانت 30 كهرباء ردوها 25 كهرباء علاش انا عندي كهرباء نحب نخدم لوكاسيون الكاميراوات علاش اعمل كره الشروط ديما تستجهد بحكايه اللوكاسيون الموضوع الوحيد اللي في مخك خاطر اسهل موضوع وانا فاهم محمود شنحي كيت شارج ما تنجمش رجع المضمون نردها مش تنطبق كان على سي مقداد خاطر معروف وسي فلان خاطر عنده ثلاث اربع مشاريع كبار كابيتال مليار واللي بالحق لو جوست مينيموم اللي نجم يخلي قواعد انطلاق مشروع محفوظه ولكن اللي تحل البيبان امام شباب امام ناس تحب تجنح بلغتنا احنا تحب تخدم دونك انا جو بريفير انه حتى كراسات الشروط هذه لابد من تخفيفها قدر المستطاع معناتها نخفوا فيها يا ولدي راهو فما ديزاكتيفيتي ما يستحقوش الهاله الكبيره والامكانيات الكبيره واحد يلزم تتنحى ولكن فما دي سيكتور اليوم سون دي سيكتور استراتيجي مثلا اليوم ما تنجمش تجي تقول باش تحل بنك اليوم في تونس ويبدا الكابيتال بتاعك معناتها في المشاريع الكبيره واللي تستحق امكانيات لابد انه نخليوها ما نجموش نمسوا شرط نتاع الكابيتال نتاع حلين بنك لانه ذا قلت يندرج في الجمله اللي قلتها نتاع الشروط إقامة مشروع بالظروف اللازمة معناها بالشروط اللازمة لوكاسيون بتاع الكراهب اللي يحكي عليها زيد ما تنجمش تقول عندك سيارة باركة ولا زوج سيارات ولا ثلاثة فما مينيموم بور كونترولي لاكتيفيتي معناتها ما يجيش أيا كان أنا نولي عندي كهرباء ندخل نولي نحط فين لا يلزم تكون موضوعية وأغزر راهو في الحاجة هذه ها وكل كان فما موضوع اللي هو مهم اللي هو بيع الكحول ونتصور لهنا رئيس الجمهورية الكيت شارج بتاع الحاجة هذية معناتها لأنه هذية اللي فيها الرشوة الصحيحة والضرب الكبير فهمت كيفاش دونك يلزمها تراجع المنظومة تتراجع كليا رفيق وقت الرخص في قرنبيل رفيق ليه ما قلتش أنا شيء هذا رفيق قريت عداء عليك القطاع البنكي في تونس فما واحد برك عنده يهبط في الكوارت بتاع البنوك ويبيع فيهم للشعب التونسي ويبيع لك فيهم فوتروا سبحان الله جاء واحد جاب ماكينه من برا رفزوا هاد ريت حتى القطاع البنكي هذا كل انا كيفاش نعرفوا ما نخرجش في الليل اخرج معايا في حد يدي كوبي الراف ما نخرج علاه ما تجيوش نمشي انا مع خديجه ونلعب مانيش